رجعنا لحضراتكم مرة أخرى عشان نروح بقى لأخبارنا العالمية. والنهاردة في خبر مميز جدا، حوار بين الأساطير نشروا النهاردة بالصوت والصورة نادي ليفربول بين محمد صلاح وستيفن جيرارد. طبعا عارفين ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومحمد صلاح أيضا أسطورة ليفربول، حوار رائع الحقيقة. وكانت المفارقة إن جيرارد بيقول لمحمد صلاح إنه اللاعب المفضل بالنسبة له، وابن جيرارد بيقول له ان اللاعب المفضل بالنسبه له هو محمد صلاح، وجيرارد كمان بيقول لصلاح في الحوار ده انت اللاعب المفضل لابني وانا بالنسبه له اجي في المركز الثاني. يعني حوار لذيذ جدا الحقيقه ان محمد صلاح بعد ما وصل لانه يكون الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج، واحنا بنشوف ردود الافعال الرائعه سواء من الاعلام العالمي او من اساطير ليفربول.